صباح الخير والخمير، صباح النور والانوار. كيف صبحتوا البنات؟ لاباس عليكم؟ راني صبحي عليكم بحال شي راجل. المهم تشهيت واحد الحريشه، جمعت الوقفه قلت نو نديرها، واخا ماشي في وقتها، جات معطله متاخره معليش. المهم تنكل غتنكل في اي وقت. نتوما المهم جمعوا الوقفه اللي مازال ما دارت والو، هذا غير ويكاند، نوضو فوق بغينا وناكلو فوق بغينا. عندي لاله هنايا في الوصفه، عندي هنايا لاله السميده، غادي تاخدي واحد نص كيلو ديال السميده، نص كيلو ديال السميده، غادي تضيفي معاها واحد جوج معالق، 4 المعالق ديال الفرص، اولا ديري كاس الارب ديال الفرص معاها، غادي تجيك نيشان. انا غادي نزيد عليها الدقيق الاخر، وانا ضفت معاها واحد معلقه ديال بودره الحليب الا بغيتو، انا ما بغيتوش تفعلوها لان هي كتفرتت الكيك. هنا غادي ندير الملح حسب الذوق، وعندي هنايا العسل، بغيتو تعوضوه بمعلقه السكر اولا ديروا، من الاحسن انا كندير مع السكر، وهاد المره درت العسل ماشي مشكل، نغيرو صافي. معلقه ديال العسل كبيره، وهاني كي قلت لكم تقدروا ديروا حتى السكر سنيده، انا موالفه دائما كندير غير السكر سنيده. غادي نديرو كذلك، هاد المره غيرت موالفه، كندير كاس ديال نص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. هاد المره فضلت ندير لكم مبسطه، درتها غير بزيت روميه، يعني نتوما ديروا اللي بغيتو. انا ديما الحرشه ديالي كندير فيها بحال هاد القياس هكا، ونعطيكم حتى القياس اللي كندير الحرشه ديالي، كتجي رائعه. كندير غير السميده، وكندير معلقه كبيره ونص ديال الزبده، وكندير نص كاس ديال الزيت والخميره ديال الخبز، وكندير كذلك الملح والسكر، ونحن ندير لهم بحال هكا ونخليها كذا. ديك الساعات كنخلطها بشويه ديال الماء دافي، وكاين اللي كيدير لها الماء بارد، هذه غادي ندير لها انا غير ماء بارد. وبالنسبه للخميره الكيماويه هي اللي غادي نستعمل انا في هذه، بالنسبه للثانيه كندير فيها غير خميره الخبز والراس ديال غير الربع ديال المعلقه صغيره ديال خميره الخبز. ها نتوما شفتوها كتخلطوها مع على هذا الشكل هكا. لا معليش ما كنديرش هنايا باش غليظه البنات، انا كنقصر وكن كيكون نعاس معذب شي شويه مع نوض الفجر مع قلة النعاس، الدراري كيكون عطلة اللي كيفيق بكري، هذا النعاس مهرس عليه كنصبح هكذا. وانا النعاس ديال المعطل كيصبحني هكذا، ملي كنوض بكري كيمشي عبد الصمد للمدرسة راه تنكون انسان نايض بخيرين. هنا غادي نبدا كنخلط في الماء، خص الحرشة دائما تكون خفيفة، ما تكونش قاصحة وما تعطلوش، يعني الماء مباشرة دغيا دغيا بالزربة ديروه من موراها ديريكت باش ما تقل. لان السميده انا هادي راه الحقيقه اللي عنده سميده يديرها، انا ما دايره غير الفينو، انا ما يمنع عندي الفينو، الفينو مسكين معتمد عندي ديما خدامه به. هي السميده غادي تجيها روعه، ولكن انا عندي السميده الفينو، حتى الفينو كنقضي به الغرض. مع دابا هذا الشيء عندنا مطرق، المهم كيجي التقديه كتجي غير من الجمعه للجمعه، وهاد السميده حتى هي كتسالى في الجامعه بزاف. هانتوما شفتو كنخلط مزيان هكذا، حتى كتحسو بها بانها بحال حرا في يديكم بحال هاد الشكل هكا. هانتوما شفتوها، هاني وريتها لكم هكذا، وما مباشرة غادي نطيبوها، ما فيهاش انني غادي نخليها تخمر ولا شي حاجة. غادي نجيب مقلة اللي غادي نرشها بالسميدة وتقرصي على خاطرك، واخا تكون سخونه اولا بارده، انا كنخدمهم بجوج المقلات، سواء كانت المقله سخونه سواء بارده. هي هاد المره بغيت اول مره غادي ندير في هاد المقله عندي كبيره، لان داك المقله الكبير ديال الحديد ديالي الاولى بدات كتقشر ليا وخفت منها، قلت من الاحسن حتى نهود ان شاء الله المغرب البلديه مزينه البلدان، عاد ان شاء الله غادي نشري شي ماتيريالات بزاف، ونشري ديك المقلات اللي وليت كتشوفهم عند الناس ما فيهمش الجناب، زوينين كيطيبو بهم حريشات، و كيطيبوهم بسمن، و كيطيبو بهم كلشي، والورقة ديال البسطيلة وكلشي. هنا أنا كي قلتلكم كنعوضها بيدي على هاد الطريقة هادي،
انا كندور معاها خدامه، كنحاولوا اننا نقدوها بصبعنا ولا بمعلقه ولا بشي موس او سكين. صافي هنايا قديتها، غادي نرش عليها في مره شويه ديال السميد باش ما تنشفليش، لان الحرشه ملي كنكونوا كنطيبوها راه كتنشف. من الاحسن دهنوها مزيان باش ما تخليوش حتى شي فراغ فيها. هكذا انا دابا راني كنصوبها قدامكم مباشره بحال هذا الشكل هكا. دابا غادي نشعل عليها النار وغادي نديرها فوق البوطه باش صافي. هنايا يعني حطيتها في المقله، المقله انتم شفتوا الطريقه باش الحرشه ديالكم تجي مزيانه. انا دابا راني كنوريكم، راني شاعله عليها قبل، هانتوما ملي كتبقى كتحرك ليكم كتبقى وكتديها وتجيبها، وهانتوما في نفس الوقت باش الحرشه كتجيكم من كل جهه الناحيه انها تكون محمره لكم، هانتوما كتبقاو كتبعوا مره. انايا كنزرب دابا هنايا، كتخليوها دقيقه هكا وتدوزي وليو دوروها وتخليوها دقيقه هكا ودوروها على الجهه الاخرى وديروا لها دقيقه حتى كتعطيكم في وجه واحد لون واحد، حسن ما تجيكم محمره في اللون ديالها في جهه واحده. صافي وكترشوا كذلك اما شويه داك السميده اللي درت انا، يمكن لكم تهزوا شويه من الخليط وتقدروا ديروه من الفوق وعاد توليو تقلبوها. غير انا دابا راني هذه الرشه الثانيه اللي غادي نرش لها، علاش رشيتها؟ باش انني حيت غادي نديرها في شي طبسيل ما تلصق لي شي فيه، داكشي علاش. انتم شفتوا غير الفينو اللي كان ما كندير حتى شي حاجه، ونتبان انتم الا كانت عندكم سبيل ديروها. هذا عندي واحد البلاطو، وانا راه بيني وبينكم قاعده عندي حاجه هي الحرشه، نهار اللي نصوبها كترد لي الدنيا حالا الصور ديالها. المهم كتجي هكا، ها هو اللوين ديالها، وكتضغطوا عليها الا كانت شي بلاصه متعوجات ولا شي حاجه وتتحركوها وغادي تبقى بنفس الطريقه كتحمر. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا اللي كتجي هكذا محمره وزوينه. وقدموها نتوما باش ما بغيتوا في الافطار ديالكم، الكوتي ديالكم، زبيده، عسيله، فريميجه، زويته بلديه، المهم نتوما والشهوه ديالكم. ونتمنى ان الوصفه تعجبكم، وراه الوصفه هذه راه كتجي رائعه وانكم تجربوها ان شاء الله. هاد الحطه هادي راه كتشبه لواحد التصويره عند كاينه في جوجل، كلشي دايرها في اليوتيوب، لا حول ولا قوه الا بالله، كلشي داير تصويره واحده في الحرشه، هي ما صادقه لهمش حرشتهم وهما كيديروا حرشه اخرى، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا كنتمنى ان الصباحيه تكون عجبتكم، وتهلاو لي فراسكم وامسيه سعيده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا